بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الجزء الخاص بالهايبرد اوربيتالز. وكلمة هايبرد يعني مهجنة، فاحنا هنتكلم عن اوربيتالات مهجنة. ومن اسمها طالما هي مهجنة يعني هي خليط من شيئين مختلفين، فيبقى the concept of combining orbitals مبدأ أو مفهوم اختلاط الاوربيتال is called orbital hybridization، يعني تهجين الاوربيتالات. التهجين ده بيتم ازاي؟ بيتم لو خدنا مثلا ذرة زي ذرة الكربون، بما اننا بندرس organic chemistry فمهتمين جدا بالكربون، الاتوميك نمبر بتاعها 6. بنوزعهم ازاي الستة دي؟ بنوزعهم في ال 1s وال 2s وال 2b. ففي ال 1s بنحط 2 electrons، في ال 2s بنحط 2 electrons، في ال 2b اللي هي مكونة من 3 orbitals 2bx 2by 2bz بنحط الاثنين electrons الفاضلين فرادة، وبيبقى فيه vacant orbital او orbital فاضي. تمام؟ اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان ال 2s وال 2b موجودين كلهم في ال 2 shell، في ال shell number 2. فبيحصل ان الكترون من ال 2s بيطلع لل 2b، تمام، ويحصل hybridization، يتكون بقى خليط من ال 2s مع ال 2b، فيبقى عندنا 4 من الاوربيتالز الجديدة، لان هنا في 1 من ال 2s و 3 من ال 2b، يبقى المحصلة بتاعت خلطهم مع بعض 4، وكل واحد من الأربعة فيه إلكترون مفرد. تمام؟ ويبقى كل واحد من الأربعة دول هو أوربيتال جديد ناتج من التهجين اللي حصل ما بين الـ 2S والـ 2B، فنسمي كل واحد فيهم SB3. ليه بنسميه SB3؟ عشان نوضح أن ده ناتج من خلط واحد أوربيتال من الـ S مع ثلاثة أوربيتال من الـ B، يبقى نقراها SB3. تمام؟ طيب احنا عندنا أربعة أوربيتالز ناتجين من خليط من واحد S وثلاثة من البي، يبقى أكيد أن نسبة الS هي الربع والبي هي الثلاثة أرباع. تمام؟ لأن خلط واحد إلى ثلاثة يعني كأننا بنقول 25% إلى 75%، 25% S دي النسبة اللي هي شاركت بيها، و 75% B دي النسبة اللي هي شاركت بيها عشان ينتج لنا أوربيتالز جديدة 100% SB3. تمام؟ يبقى ده رسم توضيحي. ادي ذرة الكربون في الجراوند ستيت، تمام، في حالتها العادية. ادي الستة الكترونز بتوعها متوزعين، اتنين في الوان اس واتنين في التو اس واتنين في التو بي. لو حصل لها اكسيتيشن يتنقل الكترون من التو اس للتو بي، بعدين يحصل هايبردايزيشن تهجين، فكلهم يبقوا في نفس المستوى، يصبح كلهم زي بعض، مفيش فرق بين الاس والبي، يصبح اوربيتالز جديدة ناتجة كخليط كهجين من الـ S والـ B مع بعض، بنسميهم SB3. كل واحد من دول هو اسمه SB3. احنا عارفين الـ S orbital بيكون شكله سفير، شكله كرة. الـ B orbital كل واحد من التلاتة له شكل الدمبل شيب، اللي هو عامل زي 2 كم كده، زي ما بعض الناس بتسميهم، في الاتجاهات X و Y و Z. تمام؟ الـ SB3 كل واحد فيهم بيبقى له شكل جديد شبه الدمبل شيب. تمام؟ يبقى الكربون اتوم اصبح الفالنس شيل بتاعتها، الشيل اللي هتبتدي تدخل بيه التفاعلات، الشيل اللي فيه الكترونات التكافؤ، بيتكون من 4 اوربيتالز اسمهم SB3. تمام؟ اسم كل واحد فيهم SB3. فلو الكربون اتوم هنا، فنلاقي واحد من الـ SB3 بيكون في اتجاه معين، والتاني في اتجاه آخر، والتالت في اتجاه آخر، والرابع في اتجاه آخر، بحيث ايه؟ بحيث ان كل واحد من الـ SB3 ده بيحتوي على الكترون مفرد، فبيحاول يبعد قدر استطاعته عن بقيه الاس بي 3 عشان بيحصل ما بين الالكترونز الموجوده في كل اوربيتال تنافر. تمام؟ فبيكون شكل فراغي بنسميه تتراهيدرال او تتراهيدرون. فلو دي ذره الكربون، بيكون شكل الاوربيتالز بتاعتها حواليها متجهه في اتجاه رؤوس الهرم رباعي الاوجه، فده كانه كده وجه مثلث الناحيه دي،
وفي الجهة اللي جنبه مثلث آخر، القاعدة نفسها على شكل مثلث تاني، ورا في الاتجاه ورا الشاشة بيكون في مثلث رابع. تمام، يبقى الكربون الـ SP3 بتوعها مترتبين حواليها على شكل تتراهيدرون، شكل هرم رباعي الأوجه. يبقى ده إعادة للكلام اللي احنا لسه قايلينه، ان الـ each orbital من الـ SP3 مكون من 25% S character and 75% B character. تمام، يعني نسبة مشاركة الـ S 25% ونسبة مشاركة الـ B 75%. The four orbitals are degenerate، ومعنى كلمة degenerate يعني ما فيش فرق بينهم في الطاقة، يعني متساويين، يعني على نفس الليفل. تمام، كلهم زي بعض. تمام، طيب لما ده بقى الشكل الفراغي لذرة الكربون مثلا، الزاوية بين كل SP3 و SP3 آخر 109.5 درجة، دي الزاوية العادية للتتراهيدرون، هتيجي ازاي الكربون دي تكون مركبات؟ هتبتدي تتحد مع اتومز اخرى. فمثلا لو شفنا الميثين اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، الميثين تركيبه CH4، يعني ذرة كربون مع 4 من ذرات الهيدروجين، فادي ذرة الكربون في النص، واللي حواليها هما ال SP3 orbitals، 4 من ال SP3 orbitals بتوعها. كل SP3 هيتحد مع S orbital من الهيدروجين، لان الهيدروجين ما عندهاش غير الكترون واحد موجود في ال 1S. تمام، فما عندهاش غير S orbital اللي بيكون شكله سفير، شكله كروي. هيحصل overlap، يعني اتحاد او تداخل بين ال S orbital الخاص بالهيدروجين وال SP3 الخاص بالكربون. نفس الكلام هيحصل بالنسبة للهيدروجين الثانية، ال S orbital بتاعها هيتداخل مع ال SP3 من الكربون، نفس الكلام للهيدروجين الثالثة، ونفس الكلام للهيدروجين الرابعة. السؤال هنا، هل دايما بيحصل hybridization بالطريقة دي في ذرة الكربون؟ دايما ال S تختلط بثلاثة من ال B ويكونوا SP3؟ لا، ممكن يحصل تداخل SP2، ومن اسمه أكيد اكتشفتوا ايه اللي هيختلط ببعضه، 1S مع 2 من ال B. يعني اذا هيحصل hybridization ما بين ال S orbital واتنين فقط من ال B orbitals. يبقى ادي جراوند ستيت زي ما احنا عارفين، وادي الاكسايتد ستيت، كلام مكرر. عند ال SP2 hybridization حصل خلط بين ال S واتنين فقط من ال B، تمام، عشان يكون لنا 3 degenerate SP2 orbitals. طب ال B orbital اللي فاضل رقم 3 ده لسه قاعد زي ما هو لوحده. تمام، طب هنستفيد منه بايه؟ البي اوربيتالز اللي قاعد لوحده في نفس المستوى فوق ده اللي هيكون لنا الباي بوند. عشان كده في ملحوظه مهمه، لما الكربون بتعمل اس بي 3 يعني بيكون حواليها 4 روابط مفرده، سنجل بوندز، 4 سنجل بوندز، فالهايبرديزيشن بتاعها بيكون اس بي 3 عشان تقدر تكون 4 روابط مع 4 اتومز مثلا من الهيدروجين. تمام، لكن لما تكون الكربون مكونة دبل بوند، يعني لنفترض ان الكربون كونت دبل بوند مع كربونة تانية ومرتبطة بتو هيدروجينز، تمام، فالهايبرديزيشن بتاع الكربون هنا SP2. ليه SP2؟ لانها هتكون 3 سنجل بوندز بالاس بي 2 ده هوت، لان الاس بي 2 هما 3. تمام، 3 اوربيتالز، فتقدر تكون بيهم 3 رابط فقط. مين هما التلات روابط بتاعت السنجل بوند؟ ففي سنجل بوند مع الهيدروجين، وسنجل بوند مع الهيدروجين التانية، وسنجل بوند مع الكربون. يتبقى ال 2B هتعمل بيه الدبل بوند مع الكربون التاني. تمام، يبقى الهايبرديزيشن بتاع الكربون لما كانت حواليها سنجل بوندز، 4 من السنجل بوندز، كان SP3. اما لما يكون حواليها دبل بوند يبقى عملت SP2 هايبرديزيشن عشان تقدر تكون الدبل بوند دي. هل في نوع ثالث من الهايبرديزيشن؟ في نوع ثالث، هو SP، هناخده حالا. بس قبل ما ناخده نعرف ان ال SP2 hybridization carbon atom is bonded to 3 atoms، زي ما احنا رسمنا هنا اهي، مرتبطة بثلاث اتومز، الكربون مثلا والهيدروجين والهيدروجين. ف
فدول بيبقى شكلهم الفراغي مش تترا هيدرون زي ما احنا لسه قايلين، دول بيكون شكلهم الفراغي مختلف. هيكون شكلهم ايه؟ هيكون شكلهم ترياجونال بلانر. يبقى نقول كمان مرة، لما يكون ال SP3 hybridization هو اللي موجود عندنا، يعني الكربون مكونة 4 سنجل بونز والشكل الفراغي بتاعها تترا هيدرون، تمام. اما لو كانت مكونة 3 روابط فقط مرتبطة بال 3 اتومز، فعندها دبل بوند والهايبرديزيشن، ويبقى الهايبرديزيشن بتاعها SP2 والشكل الفراغي للمركب ترياجونال بلانر، تمام. طبعا طالما هو مثلث مسطح ترياجونال بلانر يعني مثلث مسطح، فهيكون الزوايا بين البونز 120 درجة، تمام. فآدي SP2 اوربيتال، وآدي SP2 اوربيتال، وآدي SP2 اوربيتال، تمام. ويصبح الزاوية ما بين كل اوربيتال والتاني 120 درجة. نوع الهايبرديزيشن اللي هناخده بعد كده هو ال SP hybridization، ومن اسمه يبقى تداخل S مع B. يبقى هيكون لنا اتنين بونز فقط، اتنين روابط سنجل بونز فقط. طب والكربون هيبقى ازاي شكلها؟ الكربون هتبقى مثلا مرتبطة بدبل بوند مع كربون اخرى ودبل بوند مع كربون اخرى. يبقى هنا طالما حواليها 2 double bonds يبقى الهايبرديزيشن بتاعها SB، لانها عاملة 2 فقط من السنجل بونز، تمام. 2 فقط من السنجل بونز، كل واحد فيهم مكون من ال SB hybridization. طب والدبل بوند اللي مكونة دي هنا وهنا جت منين؟ جت من ال 2B اللي فضلوا زي ما هما في مكانهم، ما حصل لهمش hybridization، تمام. يبقى الشكل الفراغي ليها هتكون linear، خطي، هتعمل شكل خطي، تمام. وهتكون الزاوية بين كل بوند والتانية 180 درجة عشان يبعدوا عن بعض أقصى مسافة ممكنة. يبقى في ال SP hybridization بيتم ال hybridization بين 1S و 1B only، تمام، وبيكون 2 degenerate SP orbitals، تمام. وال SP orbitals دي هي اللي بتكون السنجل بونز، تمام. اما الدبل بوند بتتكون عن طريق ال 2B orbitals اللي متبقيين. يبقى على طول اول ما يجي لنا سؤال فيه مركب او تشين من الكربونز، نشوف الدبل بوندز الموجودة عندنا والسنجل بوندز، ونعرف على طول نحدد الهايبرديزيشن بتاعتها. لو شفتوا مثلا مركب زي ده عنده تريبل بوند، تمام، اللي هو الاسيتيلين، تمام. الكربون هنا عاملة كام سنجل بوند؟ ادي سنجل بوند بينها وبين الهيدروجين، وادي سنجل بوند بينها وبين الكربون التانية، تمام. امال ايه اللي فوق دي؟ دي باي بوند، وايه اللي تحت دي؟ دي باي بوند برضو، تمام. طالما الكربون كونت 2 سنجل بوندز اونلي، يبقى اكيد الهايبرديزيشن بتاعها SB فقط عشان تقدر تكون رابطتين فقط، تمام. وال 2 باي بوندز دول اتكونوا عن طريق ال 2B اللي ما عملش هايبرديزيشن، صح. يبقى اول ما نشوف مركب هنشوف الكربون، هل كل الروابط اللي حواليها سنجل بوندز؟ يبقى عرفنا انها SP3. هل عندها دبل بوند؟ يبقى عرفنا انها SP2. هل عندها تريبل بوند؟ يبقى عرفنا ان هي SP. هل عندها 2 دبل بوندز؟ يبقى برضو عرفنا انها SP. يبقى اي سؤال بيجي في الجزئية دي هنعرف نحله ان شاء الله.